أهلا وسهلا بكم في اليوم الحادي عشر لعاصفة الحزم ومعاصرة قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لمحاولة طبعا تحقيق الأهداف بدحر الحوثيين. طبعا حفلت الأيام الماضية بالكثير من الخبايا والتحليلات، ونحن هنا في هلا حاولنا مواكبة العاصفة منذ البداية، ولكن ماذا عن ملفات ما بعد الحرب وإعمار اليمن والعديد من الملفات الأخرى نناقشها مع ضيفنا. ولكن قبل كل ذلك خلونا نتابع هذا التقرير عن جماعة الحوثي وتاريخها. الحوثيون أو ما يطلقون على أنفسهم أنصار الله هي حركة سياسية شيعية مسلحة تتخذ من صعدة في اليمن مركزا رئيسيا لها. عرفت باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها حسين الحوثي الذي قتل على يد القوات اليمنية عام 2004 للميلاد، ويعد الأب الروحي لهذه الجماعة. رغم ظهور الحركة فعليا خلال عام 2004 للميلاد إثر اندلاع أولى مواجهاتها مع الحكومة اليمنية، فإن بعض المصادر تعيد جذورها في الواقع إلى ثمانينيات القرن الماضي. ففي العام 1986 أنشئ اتحاد الشباب لتدريس شباب الطائفة الزيدية على يد صلاح أحمد فليتا، وكان من مدرسيه مجد الدين المؤيدي وبدر الدين الحوثي. وتصنف بعض المصادر الحركة الحوثية بأنها شيعية إثنى عشرية، وهو ما ينفيه الحوثيون الذين يؤكدون أنهم لم ينقلبوا على المذهب الزيدي. ويتهم الحوثيون بتلقي الدعم من إيران ومشاركة حزب الله اللبناني في مشروع إقامة الهلال الشيعي في المنطقة. خاضت جماعة الحوثيون والذين يشكلون أقلية باليمن عدة مواجهات مع الحكومة اليمنية منذ عام 2004، وامتدت هذه المواجهات حتى شاركت الجماعة في الثورة التي قام بها الشعب اليمني ضد نظام الرئيس علي عبد الله الصالح عام 2011. ولم يلتزم الحوثيون بتسليم أسلحتهم وفق ما نص عليه الحوار الوطني، وإنما بدأوا قتالا مع القوات الحكومية في فبراير للسيطرة على مدينة عمران الشمالية معقل بني الأحمر. وانتهت المعارك بسيطرة الحوثيين على المدينة في 9 يوليو لعام 2014. وفي 18 من شهر أغسطس لعام 2014 تظهر آلاف الحوثيين في صنعاء مطالبين بإسقاط الحكومة وتطبيق قرارات الحوار الوطني، وأغلق الحوثيون جميع مداخل صنعاء أمام السيارات الحكومية وسيارة الجيش والشرطة ومنعوها من الدخول إليها أو الخروج منها. وفي 21 من سبتمبر سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، حيث استولوا على مقر الحكومة ومقر وزارة الدفاع والقيادة العامة للجيش والفرقتين السادسة والرابعة، ومقر البنك المركزي وإذاعة صنعاء ووزارة الإعلام والتلفزيون الرسمي ووزارة الصحة. الآن ومع بدء عاصفة الحزم والتي تشنها المملكة وحلفائها ضد المتمردين الحوثيين، تشير التقديرات أن الحركة تتجه للانهيار والضعف بعد سنوات دموية خاضوها تجاه الحكومة اليمنية والشعب اليمني. شكرا جزيلا للزملاء. التقرير شباب قفلوا الصوت اللي تقرير شاهين المطيري وقرأه علينا عبد الملك الجعيدي. شكرا لزملائي. للحديث أكثر ينضم لنا في الاستوديو الدكتور ناصح البقومي، أستاذ السياسة الشرعية في معهد الدراسات الدبلوماسية. أهلا وسهلا بك دكتور، شكرا لحضورك. أهلا بك. يعني من واقع تخصصك، ما هي لمن يتساءل ما هي المسوغات الشرعية والسياسية لهذه العاصفة، وفي نفس الوقت تقييمك لردة الفعل على هذا التحالف عالميا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة المسوغات ممكن نتكلم عن مسوغات شرعية ومسوغات قانونية ومسوغات واقعية. فأولا بالنسبة للمسوغات الشرعية، في عدة نصوص من الكتاب العزيز، قوله عز وجل: وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والرئيس اليمني استنصر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فكان الواجب عليه هو إجابة هذا الأمر. أيضا قوله عز وجل:
في الآية الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فالحوثيون بغوا على السلطة الشرعية في اليمن وعلى الشعب اليمني عموما، فكان الواجب شرعا قتالهم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق شملكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فهذه النصوص كلها في الكتاب ومن السنة وغيرها كثير تدل على أن المعتدي ينبغي أن يوقف عند حده، وينبغي أن ينتصر للمظلوم من الظالم. والمسوغات الشرعية في الحقيقة كثيرة في هذا المجال، لكن لضيق الوقت سنختصر وندخل أيضا في المسوغات القانونية. في عندنا يمكن 2 أو 3 مسوغات. أولا، ميثاق الأمم المتحدة نص على أنه يجوز المساعدة أو النجدة إذا استنجد رئيس دولة معينة للدفاع عن النفس. ميثاق جامعة الدول العربية أيضا نص على الدفاع العربي المشترك في اتفاقية عام 54. أيضا مجلس التعاون تنص على لو كان اليمن عضوا في مجلس التعاون كان أيضا ما احتجنا لهذا الشيء، لأن اتفاقية مجلس التعاون تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو يكون اعتداء على الدول الأخرى. فهذه كلها مسوغات قانونية، مسوغات يعني واقعية في الحقيقة. نجد أن اليمن بالنسبة للمملكة ودول الخليج هو مصدر إزعاج، يعني مصدر للإرهابيين، مصدر لتهريب السلاح، مصدر لتهريب المخدرات، مصدر للمتسللين سواء من اليمن أو من القرن الأفريقي. ولذلك كان يعني حان الوقت لوضع حد لهذه المشاكل، وبخاصة أن الحكومة التي كانت قائمة لم تكن قادرة على يعني احتواء الموقف والتحكم في هذه الأمور. فلذلك جاءت هذه العاصفة في نظري في محلها، وهي إن شاء الله قرار موفق، ونتمنى لهم إن شاء الله النصر والتوفيق. أما فيما يتعلق بردة الفعل، ففي الحقيقة أنا أشعر أن هذه العاصفة كان مرتب لها وكانت مخططة ومدروس لها ومدروسة، وكان فيه في الحقيقة زخم من الزيارات يعني على مدى شهر أو شهرين قبل العاصفة، ويبدو أنها كانت رتبت المواقف الدول الإقليمية والعربية والدول الصديقة. فكانت القيادة السعودية في الحقيقة يعني أخذ حسبانها في الموضوع، مرتبة المسألة، ولذلك جاءت ردود الفعل إما موافقة أو على الأقل السكوت وعدم المعارضة، وهذا لا شك أنه إنجاز كبير. العاصفة أيضا حققت إنجازات في الحقيقة من أول لحظة، السيطرة على المجال الجوي اليمني والتحكم فيه تماما، ومنع يعني أي دخول إلا بإذن القوات التحالف، وأيضا السيطرة على الموانئ البحرية. هذا في الحقيقة إنجاز كبير جدا. بقي بعد ذلك مسألة المقاومة الشعبية والتحرك من الداخل وكيف يكون الدعم، هذا طبعا نترك للأخوان العسكريين، هم يعني أبخص منا في هذا المجال. نعم. طيب الناحية الاقتصادية فيما ما بعد الحرب كيف تتخيلها وكيف مفروض تكون؟ طبعا حنا يعني الأخوان في اليمن يعني لا نريد أنهم ينظرون أن احنا فقط مجرد ناس يعني جو ضربوا مثلا، يعني نريد أن ينظروا أن احنا أخوانهم، ومهما كان نحن يعني نشاطرهم مشاكلهم وألامهم وأمالهم. والذي نتمناه في الحقيقة بعد الحرب 3 أمور: الأمر الأول مسألة الإعمار، إعمار اليمن. المسألة الثانية التكامل الاقتصادي ما بين اليمن ودول مجلس التعاون. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا في نظري، وهي الموافقة على انضمام اليمن لمجلس التعاون. فما فيما يتعلق بالإعمار، لا شك أن دول الخليج وعرس المملكة لن تبخل بإذن الله في مساعدة اليمن، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وهي يعني فضلها سابق من أول في مشاريع يعني وقيمات، وسواء على المستوى الحكومي وحتى على المستوى الخاص. لكن نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه يعني مؤطرة الآن، وضمن أيضا جهد دولي في مبادرات أيضا دولية لإعمار اليمن من أول والمساهمة في تطويره. المسألة الثانية مسألة التكامل الاقتصادي. في الحقيقة يعني مؤشرات نجاح تكامل الاقتصادي بين المملكة وبين الدول الخليج عموما واليمن. يعني اليمن سوق كبير جدا، 25 مليون أو 30 مليون، فهو سوق لتصريف منتجات دول الخليج. هذا أمر. الأمر الأول. الثاني، اليمن في عمالة كبيرة جدا، هذه العمالة ممكن تدرب وتحل محل العمالة الآسيوية الموجودة عندنا، فهم أقرب، وهم حتى أقرب
ديننا وعاداتنا وتقاليدنا. الأمر الثالث مسألة الاستثمارات أيضا الخليجية والسعودية، يعني ممكن أن يمهد لها الطريق في اليمن وتحمى أيضا. المسألة الأخيرة مسألة انضمام اليمن لدول مجلس التعاون، يعني لو كان اليمن منضمنا من أول كان هان الوضع علينا الآن، لأنه سيكون مع دول مجلس التعاون رؤساء وحكام دول مجلس التعاون على طاولة واحدة، سيخضع سياسات مجلس التعاون، سيكون فيه اتفاق أمني واتفاق عسكري، سيكون فيه حفاظ على المضايق وخاصة مضيق باب المندب. في مشاكل كبيرة لو كان اليمن عضو في مجلس التعاون كان سهل حل هالمشاكل هذه، بعكس لما يكون اليمن معزول وفي دول أخرى تحاول أن تستغله كإيران مثلا أو ممكن الآن روسيا أو دول أخرى وتسبب لنا مشاكل. لو اليمن عضو معنا في مجلس التعاون استطعنا أن حنا نحل مشاكله، استطعنا أن حنا نخليه ينضم لنا في كثير من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وتصير منظومة واحدة، يكون في تكامل اقتصادي أكثر، لأن دول مجلس التعاون ترى التكامل بينها ضعيف لأنها عندها نفس المشكلة، السكان طيب قليل. راح نكمل الفكرة بس استاذنك في فاصل قصير 30 ثانية ونعود. اهلا وسهلا بكم، لازلنا مع ضيفنا الدكتور ناصح البقمي وهو استاذ السياسه الشرعيه مع الدراسات الدبلوماسيه. اهلا وسهلا بكم. تتكلم عن التكامل الاقتصادي. اي نعم، يعني الان التكامل الموجود بين دول مجلس التعاون هو تكامل ضعيف في الحقيقه. لماذا؟ لان هذه الدول اصلا عندها يعني نقص في القاعده السكانيه، العماله عندها نقص فيها، الاسواق حتى عندها نقص فيها، لانها ايضا هي تنتج منتج واحد، منتج بترول او قائم على البترول، وكلها مشتركة فيها الشيء هذا، فما فيه يعني مجال للتبادل. التكامل الاقتصادي يكون فيه لما يكون فيه سوق عريضة كبيرة جدا، لما يكون فيه منتجات متنوعة، أستطيع أن أصدر لك أشياء وأنت تصدر لي أشياء أخرى، فيصير فيه تبادل، يصير فيه فائدة أكبر. أيضا لما يكون أنت عندك نقص في القاعدة السكانية وأنا عندي يعني حجم كبير من السكان، أستطيع أرسل لك عمالة، هذا ما موجود في التعاون. لكن مع اليمن الآن ممكن تنحل المشكلة، يعني إذا كان العمال اليمني غير مدرب ندربها يا أخي، إحنا مستعدين نسوي مثلا معاهد عندهم وندربهم وبعدين نجيبهم يشتغلون في المملكة ودول مجلس التعاون ويحلون تدريجيا محل العمالة الآسيوية. أيضا مثل ما قلنا السوق اليمني سوق كبير جدا، تستطيع تصرف منتجاتك يعني هناك في, في, في اليمن، تستطيع تعالج كثير من المشاكل مثل المتاجرة بالبشر، التسلل، المخدرات، السلاح، مشاكل السلاح، يعني تدخل اليمن ضمن منظومة مجلس التعاون، وبالتالي هذه السياسات ممكن تطبق على اليمن لما يكون هو عضو. سياسات دول مجلس التعاون في المجال الأمني وفي المجال العسكري والانضمام للقوة درع الجزيرة ممكن تشمل اليمن، فبالتالي تكون هذه كلها وحدة واحدة، يعني يطلع عندك سوق يمكن حوالي 60 مليون 70 مليون، يعني دول مجلس التعاون حوالي 35 إلى 40 مليون واليمن 30 مليون، هذا سوق كبير جدا. فأنت تستطيع هذا السوق يعني يكون فيه تبادل للمنتجات، تبادل للعمالة، الرؤوس، الأموال، تبادل الاستثمارات والمشاريع المشتركة، لكن أيضا يكون اليمن ماشي مع دول مجلس التعاون، يعني لا نريد أن يغرد خارج السرب. يعني الآن نتوقع إن شاء الله أن الحكومة اليمنية القادمة إن شاء الله ستكون يعني حكومة تنتج سياسات قريبة من سياسات دول مجلس التعاون، تشعر فعلا دول مجلس التعاون هم يعني إلى جنبها، دول مجلس التعاون هم المنقذون للوضع في اليمن، فلذلك لا بد يكون فيه تآلف أكثر وتقارب أكثر وتكامل أكثر، ونتأمل إن شاء الله خيرا أن الحرب هذه إن شاء الله ما تستمر. نحن لا نريد الحرب لا لنا ولا لأخواننا اليمنيين، لكن هذا الشيء فرض عليهم وعلينا لأنه كان خطر داهم. يعني الحوثيين مدعومين من إيران، عندهم أطماع توسعية، لهم أهداف في المشاعر المقدسة عندنا، مدعومين بإيران، نحن في خطر من الجنوب وخطر من الشمال، فلذلك ما كان فيه مناص ولا محيص من الحرب.
هذا هو الحل، لأنه ما دام السلطة اليمنية عاجزة عن مواجهة هؤلاء فما يمكن تنتظر يوم من الأيام يأتونك إلى عقر دارك. نعم دكتور ناصح، من ناحية الناحية الشرعية، تعرف المذهب الزيدي يبدو أنه تم الانقلاب عليه وصار في تغيير، هل يجب على السعودية أن يكون لها دور في هذا الجانب لتصحيح هذه النقطة، أم علماء الزيدية أنفسهم؟ طبعا علماء الزيدية أو مذهب الزيدية عموما هو أقرب المذاهب، مذهب الشيعة للسنة، وما كان أصلا فيه مشاكل بينه وبين السنة لا في اليمن ولا عندنا ولا في أي مكان. يعني الزيدية يعني مسالمون وناس يعني معتدلون ما عندهم أي إشكال. الحوثيون خرجوا من جماعة تسمى الجارودية، وهي جماعة متشددة في المذهب الزيدي وكانت قريبة من المذهب الاثنى عشري. فلما جاء الحوثيون بدر الدين الحوثي اللي هو أبو هذا أبو عبد الملك أضطر لهذه الحركة وفقا للمذهب الاثنى عشري، وأرسل أولاده خاصة حسين وعبد الملك للإيران في قم لتعلم المذهب الاثنى عشري الشيعي. فهم بعيدون كل البعد عن المذهب الزيدي، وهم الآن يحاولون أن يصوروا هذه الحرب على أنها هجوم على المذهب الزيدي وعلى الطائفة الزيدية. هذا ليس بصحيح. لا الطائفة الزيدية أو بالأصح المذهب الزيدي يعني أظنه موقفه الحياد في هذه الحرب هو يرى أنها ليست موجهة ضده، هي موجهة لهؤلاء لأنهم حملوا السلاح، لأنهم انتهجوا منهج إرهابي ومنهج عنف، هم وداعش والقاعدة. يعني كان من أهداف الحرب أنها ليست حربا على اليمن الشقيق، هي حرب على هذه المنظمات الإرهابية الثلاث. نعم، وحرب من أجل اليمن واليمنيين. شكرا لك دكتور ناصح البقومي أستاذ السياسة الشرعية في معهد الدراسة الدبلوماسية، كان سمعنا من هنا من استديوهاتنا في الرياض. فاصل ونعود لكم بعد قليل في الملف الأخير لهذه الليلة.